بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. تحدثنا في الفيديو السابق عن الأعداد المركبة وأهمية استخدامها ولماذا تستخدم، وتحدثنا عن وجود صيغتين للأعداد المركبة: الصيغة التعامدية كما ذكرناها في الفيديو السابق اللي هي زد يساوي A، حيث A اللي يمثل العدد الحقيقي والبي يمثل العدد التخيلي، والجي كما ذكرنا سابقا هي تساوي جذر سالب واحد وهي غير قابلة للحل. أما الصيغة الأخرى اللي هي الصيغة القطبية فتساوي R جذر أو عفوا R الزاوية ثيتا، حيث أن R هي القيمة المطلقة لعدد المركب، لذلك لا يمكن أو يستحيل أن تأتي بالسالب بسبب أنها قيمة مطلقة، لنا سبق تربيع الـ A والـ B في الصيغة التعامدية وتحت الجذر، فيستحيل تكون بإشارة غير الموجب. نذكر لكم سبب استخدام هذه الطريقة في عملية التحويل: ثيتا تمثل زاوية الطور عند بداية الزمن، وتعطى بالمعادلة اللي هي ثيتا تان انفيرس اللي هو معكوس التان B على الـ A اللي هو الجزء التخيلي على الجزء الحقيقي. وراح نذكر عمليات التحويل في الشرائح التالية. الأعداد المركبة كيفية التحويل من صيغة إلى صيغة: عندي هذه الصيغة التعامدية، لها طريقة في التحويل من صيغة قطبية إلى صيغة تعامدية أو العكس، وراح نأخذها بالتفصيل إن شاء الله مع أمثلة. عندي مثال هنا 5، قبل ما نحل المثال راح نأخذ طرق التحويل من الصيغة القطبية إلى الصيغة التعامدية أو من التعامدية إلى الصيغة القطبية. في البداية نقول التحويل من الصيغة التعامدية إلى القطبية. فلو عندي مثال، خلينا ناخذ نقول زد تساوي A زايد J B، A تكون أي عدد والB كذلك يكون أي عدد. فعند تحويله إلى الصيغة القطبية راح نقول زد يساوي متجه، وهذا متجه اللي هو يساوي زد يساوي الار والثيتا اللي هي الصيغة القطبية. فأنا بحول من هذه الصيغة إلى هذه الصيغة، لازم أحسب الار وأحسب الثيتا. فالار في البداية تساوي جذر الجزء الحقيقي تربيع زايد الجزء التخيلي تربيع، وبعد حسابها سجل فيها في هذا المكان. طيب الثيتا أو الزاوية اللي هو تان انفرس معكوس التان الجزء التخيلي ب على الجزء الحقيقي، على الجزء الحقيقي. خلينا ناخذ مثال، لو عندي متجه A صيغة تعامدية 3 زايد J 2، فأحسب الآر بحوله هذه من تعامدي إلى قطبي، نقول الآر يساوي جذر 3 تربيع زايد 2 تربيع. أوكي، بعض إشاراتها موجبة هنا، راح تصير عندي جذر 9 زائد 4 تساوي اللي هو جذر 13. جذر 13 نحسبها بالآلة الحاسبة، جذر 13 راح يطلع معانا 3.6. اوكي، ونحسب الزاوية اللي هي ثيتا يساوي تان انفيرس اللي هو معكوس التان الجزء
التخيلي 2/3. أقول shift tan 2/3. أدتني زاوية 33.69 درجة. فإذا المتجه التعامدي هذا تم تحويله إلى صيغة قطبية بهذه القيمة اللي هي 3.6 والزاوية 33.69. طيب هذه فيما يخص التحويل من الصيغة التعامدية إلى الصيغة القطبية. طيب هذه تحويل واحد. 2 التحويل من الصيغة القطبية إلى التعامدية اللي هي الصيغة القطبية راح تكون بهذا الشكل R والزاوية ثيتا. أبغى أحولها إلى صيغة تعامدية فراح أقول زد المتجه زد راح يصبح هذا R أفتح قوس كوساين ثيتا اللي هو هذه الزاوية ثيتا هذا القوس الآر مضروب في القوس كامل زايد جي جزء تخيلي ساين ثيتا قفل القوس. فإذا الآر راح تكون مضروبة بهذا العدد ومضروبة بهذا الجزء عفوا هذا الجزء وهذا الجزء. فهذه طريقة التحويل إلى الصيغة التعامدية. خلينا نأخذ نفس المثال السابق. هذا المثال أنا حولت هذه الصيغة من تعامدي إلى قطبي. خلينا نأخذ التعامدي وأحوله، هل راح يطلع بنفس النتيجة ولا لا؟ نقول المتجه هذا مثال المتجه 3.6 والزاوية 33.69. أوكي بحوله بالطريقة هذه إلى صيغة تعامدية فراح يكون 3.66 عفوا افتح قوس 3.6 كوساين الزاوية 33.69 زايد جي ساين 33.69 وقفل القوس. الآر هذه مضروبة في الكل، مضروبة في الجزء هذا والجزء هذا. نقول 3.6 كوساين 33.69 اداني 2.99. بكتب الرقم يعني بكتب 3 خانات بعد البوينت عشان اوضح الفكرة. 5 هذا جزء الحقيقي زايد ينزل الجي زي ما هو بس اضرب هذا في الساين الزاوية أقول 3.6 ساين 33.69 وداني 1.9969. أوكي أنا ما أحتاج الأرقام هذه كلها بس عشان أبين نقطة. الآن هذا 2.995 ليه ما جاني 3؟ لأنه بسبب إنه عندي أنا في الأساس هنا عدد يعني ما لا نهاية هنا من الأعداد فأنا اختصرته وأخذ جزئين أو خانتين فقط. فعشان كذا ما أعطاني إكزاكتلي يعني نفس العدد اللي هو 3، لكنه هذا 2.99 يعني تقريبا يساوي 3، وهذا 1.99 يعني تقريبا زايد جي يساوي 2. فبالتالي استطعت إني أحول من قطبي إلى تعامدي ومن تعامدي إلى قطبي، يعني تعامدي قطبي قطبي تعامدي. هذه الطريقة التقليدية أساسية في عملية التحويل. راح نتكلم في 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 طريقة أخرى أسهل، راح تكون أسهل عن طريق الآلة الحاسبة. طيب في نقطة مهمة في عملية التحويل لابد من ضبط الآلة الحاسبة على الدي. إيش معناته دي؟ ديجري يعني درجة. لابد وبالراديان ما راح تديك أي نتيجة صحيحة لأن الراديان
أنت دخلت بحسابات أخرى والراديام لا يعترف بالزاوية أو لا إلا بالباي، لازم يكون فيها باي عشان ما يعرف 180. يعني عندنا الدائرة مقسمة إلى زاويتين 180 180 360، دورة كاملة. ال 180 هذه في الراديان بالباي فقط، في رمز الباي هو اللي يعترف فيه، عشان كذا لازم تضبط الآلة على الدقري. طيب خلينا ناخذ أمثلة لعملية تحويل، نقول من تعامدي إلى قطبي، عندي واحد نقول A 3 زائد J، ونقول 2 مثال 2 ناقص 2 ناقص J 4 مثال 3 نقول ناقص 5 زائد J 7 مثلا. أبغى أحولهم إلى طريقة اللي هو بالطريقة القطبية. في المثال اللي قبل حولناه بطريقة قطبية بهذه الطريقة، اللي ربعنا الجزء الحقيقي والتخيلي وتحت الجذر وبعدين طلعنا الزاوية. في طريقة أسهل بالآلة الحاسبة على وضع الدي اللي هو الدجري. اوكي انا هذه الطريقه بحول من تعامدي الى قطبي، ففي رمز عندي هنا او في كتابه مكتوبه فوق الزايد بي او ال كولر او قطبي. اوكي وفي فوق السالب ار اي سي ريكتانجل اللي هو ايش ريكتانجل اللي هو الى تعامدي، فهذا اللي هو شيفت ناقص يحول لي إلى تعامدي، وشفت زايد يحول لي إلى قطبي. كيف طريقة التحويل؟ مجرد أنك تضغط على شفت زايد تطلع لك P O L يفتح قوس. لازم تتأكد أن الآلة فيها نظامين هذا التحويل، زي مثلا الآلة هذه FX 991 موجود فيها هذا النظام. وفي طريقة ثالثة كمان، يعني في طريقة رياضية الأولى اللي تكلمنا عنها، والطريقة الثانية اللي هي بالآلة الحاسبة، وفي طريقة في الآلة الحاسبة كمان بعدين نتكلم عنها لما ندخل في تطبيق الأعداد المركبة في الدوائر. فنقول شيفت زايد طلعت لنا بي او ال فتح القوس، حط العدد الحقيقي اولا 3 بعدين فاصلة، الفاصلة فوق القوس، نقول شيفت فاصلة الجي الكوفيشنت حق المعامل تبعها كم؟ 1، ما في صفر، لو صفر ما كانت موجودة، فواحد. نقفل القوس راح تدين النتيجة R تساوي 3.16 والزاوية 18.42. فأنا أسجل أقول أحولها إلى قطبية. لاحظ أنها جدا بسيطة التحويل، ما يأخذ وقت مهم في حل مثل هذه المسائل، لأنه في الاختبار لا يوجد وقت إلا لحل وتحليل الدوائر فقط. فلو يضيع وقتك في عملية التحويل هذه مشكلة، راح تواجه مشكلة في حل المسائل. طيب المثال الثاني نفس الشيء، شيفت علامة الزايد طلعت لي POL فتح القوس، سالب اثنين وفاصلة، وأحط إيش سالب أربعة، لا أنسى السالب إيش سالب أربعة، أقفل القوس الثاني 4.47. لو القيمة اللي بعد الآن حبذا دائما خانتين أو ثلاثة، أقل شيء مو خانة واحدة فقط، كل ما زادت عدد الخانات قلت نسبة الأخطاء. والزاوية سالب 116.5 5 6 5، فاللي بعد الستة خمسة وفوق خلاص أقرب يصير 7 درجة.
طيب هذا العدد نفس الشيء شيفت زايد سالب 5 أول شيء، وبعدين شيفت فاصلة 7 يساوي، اداني القيمة هذه اللي هي 8.602، اكتفي 6، والزاوية ثيتا 125.537 يعني 4، لأن في عدد 7. كيف هذه عملية التحويل؟ خليني أمثلها على جدول الأعداد عشان تشوف هل هذا منطقي الحل ولا لا. الأسهل علي دائما في عملية التمثيل اللي هو الصيغة التعاملية. لاحظ هذا خط الإيماجينري اللي هو التخيلي، يعني التخيلي، وهنا الحقيقي. فعندي هنا لو قسمت هذا 1 تقريبا، يعني 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3، 1 2 3. فهذه الآن أقدر أكتب 1 2 3، أقدر أكتبها بالآي أو بدون، لأني معروف أن هذا كله للآي أو الجي، عفوا كله جي آي، كلها 1. هذا سالب 1 سالب 2 سالب 3، هذا 1 2 3، سالب 1 سالب 2 سالب 3. فخليني أمثل هذه 3 في الحقيقي، هذا 3 و1 في التخيل، يعني راح تكون هنا. فلاحظ المسافة هذه المسافة، اوكي. لاحظ اول حاجة طبق عملية فيثاغورس، عندي مثلث قائم الزاوية، تربيع هذا زائد تربيع هذا تحت الجذر، يديني الوتر اللي هو الار، هذا هو. فالمسافة هذه لو كانت المسافات هذه دقيقة جدا ورسمتها في مثلا اللي هو حقة الجرافر البلان او الكراسة حقة الرسم، وكان الرسم دقيق، راح تقيس المسافة من هنا لهنا تلقاها نفس القيمة هذه، نفسها اكزاكتلي بالتمام. شوف لاحظ الزاوية هذه أكيد إنها أقل من 45 أكيد، يعني هذه هي 18 أقل، لأنه كل ما زاد الأفقي اللي هو الحقيقي ذا قلت الزاوية، لو زاد العمودي راح تزيد، يعني تكون الزاوية أكثر. شوف طيب خليني أمثل هذه سالب 2 هنا سالب 2 سالب 4، لاحظ سالب 4 هنا تقريبا سالب 4، لاحظ خلينا نسوي مسقط، هذا هو. شوف هنا، شوف هذه المسافة هي نفسها هذه 4.47. طيب 4.47 الزاوية هنا سالبة، جاتني سالب 116. كيف طيب سالب؟ لو كذا لا، بالموجب راح تكون عكس عقارب الساعة، لكن لا، هو أخذها أو حسبها لي مع عقارب الساعة، عفوا مع عقارب الساعة، فطلعت لي بالسالب. لو كانت عكس كانت بالموجب، لو كانت لا مع عقارب الساعة بالسالب، فطلعت هنا الزاوية أكيد 90، وهي ما كملت يعني أكثر من 45 هنا من 90 هذه الجديدة، فأكيد إنه نفس الزاوية اللي ظهر أمامي هي نفسها متطابقة هنا. هنا نفس الشيء، راح تكون نفس الطريقة ونفس 125، يعني زاويتها راح تكون هنا أكيد، ومكانها هنا. لو شفت طلعت هذه سالب 5، يعني راح تكون هنا، والجي هنا، يعني راح تكون زي ما هو محسوب أمامنا. فهذا التمثيل، وهذه كيفية عملية التحويل من التعامدي إلى القطبي عن طريق الآلة الحاسبة. هذه جدا ضرورية وأسهل في الحل، وما تأخذ منك ما مجهود ولا وقت إضافي.